تفضلي. اكيد دكتوره سمعتينا واحنا قاعدين بنحكي عن الهالات السوداء، وطبعا كل الصبايا عندهم عقدة من مشكلة الهالات السوداء. صحيح. وما بيحبوا انها تظهر. طبعا صباح الخير، نورتينا ببرنامج صباح الخير يا وطن، وبدنا نعرف شو اول طريقة للعلاج من قبل ما نلجأ للطب والتجميل والجراحة. اوكي، صباح الخير، بيسعد لي وجودي معكم اليوم. مثل ما قلتي، الهالات السوداء هي مشكله جماليه مزعجه، لانه من اهم اجزاء التواصل مع الاخرين هو العين، وكثير حلو ان تكون دائما نظرتنا فريش وصحيه دائما. من اهم اسباب السواد تحت العين هو طبعا في عنا اسباب وراثيه، وفي عنا طبعا اسباب متعلقه بامراض الجلد، من اهمها الحساسيه المزمنه او الاكزيما بتكون بمنطقه تحت العين. هذا رح يعمل حكه، رح يعمل جفاف، وبالتالي هذا رح يعمل اكيد سواد. طبعا كمان اسباب ثانيه كثير شائعه للسواد هي التعب والارهاق ونمط الحياه غير الصحي، هذا رح يعمل مشكله كثير. في اسباب تتعلق طبعا بتقدم العمر، التقدم العمر نحن رح يتغير توضع النسيج الدهني بالوجه، رح نفقد شوي من الشحم تحت العين، رح يصير في رقه بالجلد، وهذا كمان رح يزيد من شفافيه الجلد، وبالتالي رح تظهر الاوعيه الدمويه اقل، وبالتالي رح يصير عندنا حتى تجويف تحت العين، وهذا كمان له دور كثير بظهور السواد تحت العين. دكتوره، قبل ما ندخل بالاسباب بدك العلاج، بالاسباب والعلاج، لا قبل ما ندخل بالاسباب والعلاج وكيف ممكن ندخل بالمعمعة هاي، خلينا نتكلم عن النظام الغذائي بالاول. هل النظام الغذائي بيأثر؟ نحن بنعرف انه الغذاء مهم بالنسبه للانسان وبيأثر على صحته، وكمان يعني بقول لك البشره، يعني بقول لك مثلا مشان تحصلي على بشره نضره تشربي مي كثير، اعملي هيك كذا كذا. الهالات السوداء تحت العين هل لها تأثير من النظام الغذائي؟ طبعا أكيد، لأنه أي نظام سيء هو هذا رح يؤذي الجسم بشكل كامل، والعين هي جزء من الجسم. يعني مثلا التدخين، التعرض للشمس بدون الواقي الشمسي، طبعا السهر الطويل، الكافيين، شرب الكافيين والقهوة كتير بتعمل تنبيه، الجلوس الطويل أمام شاشات الحاسوب أو الموبايل، هذا طبعا كله رح يعمل تأثير، لأنه رح يعمل تعب، رح يزيد من إنتاج الجذور الحرة بالجلد، الجذور الحرة بالجلد رح تعمل زيادة بالنقص بالأكسجين، نقص بالتروية الدموية، وطبعا كله هذا رح يعمل أكيد ظهور لمشكلة السواد. دكتور، احنا دائما نسمع واحد يقول لك إذا عنده سواد تحت عينه، يعني يقول لك عينك مجوفة من تكون مجوفة، أو هذا الظل يكون هو عامل لك سواد، أو إن مرات يكون تقريبا وحمة أو تحت العين. كيف نقدر نعرف إذا كانت العين مجوفة إن هذا كان ظل أو ما كان، أو هي وحمة؟ تمام، هون بيكون بقى دور الطبيب كثير مهم، نحن قبل ما نعمل أي علاج إنه نحن يفحصنا طبيب مختص حتى يشخص سبب المشكله، وبالتالي رح يعطي العلاج المناسب. مثل ما قلت، في كثير اسباب مثل التصبغات او الوحمات بتعمل سواد، هذا بيكون طبعا بيكون لون، مجرد لون موجود بالجلد حوالين العين، بينما الحفره رح يكون المنطقه هي اللي موجوده فقط تحت العين، بيكون في انخفاض لداخل العين تجويف. طبعا، ومن اهم اسبابه يا ممكن تكون اسباب يعني وراثيه، هو شكل الشخص بهالطريقه، او طبعا مع تقدم العمر كثير شائعه تظهر الحاله بسبب فقدان النسيج الشحمي، هون بسبب رقه الجلد، فبيصير في عنا تجويف، وهذا رح يعمل ظل ازرق او اسود للي بيشوفنا. واحيانا بيكون في مثل كيس كمان، الكيس هو تماما اكيد هو موضوع ثاني، بيصير في انتفاخ تحت العين، وعلاجه طبعا مختلف تماما عن علاج الهالات، مسبباته حتى مختلفه. نعم. ممكن تكون سواء زيادة باحتباس السوائل، أو مشكلة وراثية بصير في انفتاق بالكيس تحت العين وبالتالي بيظهر، فهي مشكلة مختلفة عن موضوع الهالات السوداء. دكتورة رنا، عندنا إحنا بقى البنات، أيوة، مشكلة كبيرة جدا بتواجهنا مع الميك اب ريموفر والكريمات، ونفضل ندعك كده في عينينا عشان نشيل الماسكارا، بعديها بيومين ألاقي نفسي كل ده أسود. تمام. الحل والعمل طبعا هلا هون كثير مهم نحن نختار هاي الكريمات بشكل صحيح، يعني نختار النوعيه اللي تكون كثير منيحه. النقطه الثانيه انه نمسح بمحاليل لطيفه على الجلد، وليس تكون مخرشه ومؤذيه، وبطريقه كمان مثل ما عم تقولي لطيفه، واهم شيء انه نحن ما ننام ونخلي اي شيء على البشره، لانه هذا اكيد رح على الاستعمال المتكرر والطويل. هي دي المشكله اللي احنا بنواجهها، انه احيانا بيكون الكحل شويه تحت، فانت بتضطري توصلي له وتفضلي تعملي كده، تلاقي
نفسك ان تحت عينك التهب وده بيتحول فيما بعد طبعا للاسوده الى مناطق غامقه او تصبغ مثل مشكله مثل هي مرافقه لمشكله الحساسيه لانه بعض المكياجات حتى بتعمل حساسيه وبتعمل جفاف لمنطقه العين مثل ما قلت لك هي اهم شيء محاوله اختيار نوع المكياج المسحوق التجميل اللي هو بيكون عالي الجوده واستخدام مزيل مكياج لطيف ما في داعي يكون ابدا قاسي او مخرش ومجرد حتى احيانا استخدام كريم لطيف يعني مجرد كريم مرطب يعني نمسح فيه تحت العين هو اكثر من كافي اللوشن العادي الخفيف أيوة اقدر استخدمه كمزيل يعني دكتوره لا علاج السواد ولا لا الهالات السوداء اكيد له علاج هون بنرجع بنقول حسب السبب يعني نحن اذا شخصنا السبب هل هو حساسيه او جفاف فنحن بنعمل لازم نعمل علاج دوائي اما نحن عندنا المشكله هي وجود التجويف تحت العين العلاج الرائع والسحري بالكون بالفيلرز الفيلرز من مره واحده نحن في كثير حالات طبعا عملته وفيهم يشوفوها المشاهدين هو بحقن الفيلر بهذا التجويف وطبعا بيختفي تماما بنفس الجلسه لا هو الخطر طالما نحن عم طبيب مختص مدرب طالما التكنيك صح والبرودكت اللي عم نشتغل فيه كمان صح نسبه ما بيتكتل بعد فتره مثلا نرجع نحكي على لذلك كثير مهم طريقه الحقن بطريقه خاصه نحن بنحقنها ونوعيه البرودكت اللي بنحطه تحت العين كثير مهم انه يكون هو خاص لتحت العين مش اي فيلر بالوش اللي بنحقنه بالخدود اللي بنحقنه بالعظم هو المناسب لتحت العين هذا كثير مهم نحن نتوجه لعيادات مختصة وتحت إشراف مختصين بهذا دكتورة الموضوع. هذا إذا كان في تجويف صح. ولكن طبعا في سؤال ما شاء الله تفاعلي بين المصورين حبوا الموضوع طبعا معتز رسل لي على الواتساب أنه هل لبس النظارة بيسبب هالات سودة تحت العين وهل إذا يعني في كريمات مثلا أو شيء أو يعني شو صحة المقولة أنه هل في كريمات بتشيل الهالات السوداء ولا لا الكريمات هي جزء فيني أقول لك مساعد أو متمم للعلاج وليس جزء أساسي من العلاج يعني أنا إذا عندي تصبغات الكريمات الوحدة ما رح تكون كافية لازم أعمل علاج وخطة علاجية كاملة لإزالة هاي التصبغات إذا عندي وحمة أنا لازم ألجأ لعلاجات الليزر لشيل هاي الوحمة الكريمات كتير بتفيد بالحالات الناتجة بس عن مجرد التعب الإجهاد السهر الكريمات أهم شيء تكون حاوية على الفيتامين إي فيتامين كاف بعض فيتامين سي كمان كتير مهم اللي هي الهيالورونيك أسيد هدول المواد بتساعد على ترطيب بتساعد على تغذية المنطقة أكيد بتفيد بالحالات المترافقة للتعب للسهر طب والأكلات يعني ناكل إيه يا دكتور مثلا نوع فاكهة معين نوع خضار يحافظ هلا بنرجع بنقول دائما أكيد النظام الصحي هو مفيد لكل الجسم بما فيها العين يعني مثلا الأشخاص اللي عندهم عوز حديد كمان بتشيع عندهم هاي المشكله فلذلك بيهتموا بالاغذيه اللي بتزيد الحديد مثل البروتينات واللحوم وهال الاكزاكتلي مثلا نحن قدر الامكان نبتعد عن الاكلات المؤذيه بشكل عام مثل الفاست فود او الشيء اللي بيضر الجسم يعني بشكل عام هاي الاهم طبعا دكتور يمكن العلاج طبعا شرب الماء كمان عفوا شرب المياه كثير كثير مهم هو ديل البشر اكثر شيء فيه مرات احنا نسمع في مرات في مرضى يضطرون يسوون عمليات تجميليه يمكن يدخلون العمليه يمكن يحاولوا ازاله الجلد الموجود تحت العين هل هذا شيء صحيح ولا لا لا لعمليات جراحيه نلجا لها لموضوع الهالات السوداء هذا شيء غير صحيح لا ممكن يكون عندهم اكياس انتفاخ مشاكل اخرى نلجا لها للجراحه اتس فاين بس موضوع الهالات السوداء نادر ما نلجأ لها طب دكتوري هلا بنعرف احنا انه الطب البديل بيجي مكمل كمان للطب اللي هو الجديد صار عندنا ومتطور هلا الصبايا كثير طالعين بترند اللي هو وضع اكياس الشاي الاخضر تحت تحت العيون لحتى يزيل الهالات السوداء وفي عندهم كمان بحطوا مثل المعلقة الباردة أو المثلجة تحت العين لإزالة هل هاي الطرق اللي بنشوفها إحنا خصوصاً على السوشيال ميديا كل الصبايا في الصبايا جربتها هل هي فعالة فعلاً أم هي مجرد دعاية مثلاً؟ صحيح هلا أكيد أنا ما بنصح أبداً أي حدا يدخل like إنه إنترنت أونلاين يشوف شو أحدث طرق العشبية شو الخلطات مطبقة على عيونه طبعاً أبداً ما بنصح بهذا الشيء لأنه مثل ما حكينا في من أهم أسباب الهالات السوداء هي الحساسية فأنا ممكن أحط خلطات مواد تعمل لي حساسية وبالعكس تزيد المشكلة بالنسبه لبعض موضوع الاكياس الشاي او البارده هي الدور الفكره تبعها انه فيها الشاي فيه الكافيين فبيعمل تقبض بالاوعيه الدمويه فالهالات السوداء الناتجه بسبب شفافيه الاوعيه الدمويه ممكن يصير تقبض فتتحسن
مؤقتا يعني لا يتجاوز يمكن ساعات الموضوع. وبنفس الوقت موضوع البروده او المعلقه البارده اكيد مش موضوع معلقه ولا شيء، هو البروده هي بتعمل نفس الفكره تقبض، وبالتالي بتريح الانتفاخ والانتباج الموضوع الموجود تحت العين. بس اكيد هذا ما له علاج نهائي، ما له كافي طبعا. وبنرجع بنقول نحن اهم شيء نحن انه نحدد السبب، نشخصه، وبالتالي رح نعمل العلاج المناسب للموضوع. زين دكتوره، احنا دائما نسمعك انه يقول لك العين اذا وقت النوم مثلا الواحد يكون نايم عينه تكون مفتوحه شوي تتعرض للضوء، يمكن هذا يساعد على الاعصاب. ما لا ما في، هذا كلام صحيح؟ لا كمان ما في دراسات تثبت هذا الشيء، ما له علاقه. لما يخص العين بالضوء، لا 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 الضوء ما دخله بال. طب احيانا بنشوف دكتوره الحالات دي على الاطفال، صح؟ يعني في بعض الاطفال بيصابوا بامراض هالات العين او مثلا تصبغات في البشره، ساعتها بيكون ايه اسبابه وايه علاجه؟ هلا بموضوع الاطفال هو اكيد راح يكون مرافق لامراض اهمها عوز الحديد او بعض الامراض الدم، انحلالات الدم تترافق بهالات السوداء. طبعا هذا علاج طبي كامل وليس تجميلي، صار هون احنا لازم نعالج المرض المسبب لهذا الموضوع. في بعض الاشخاص انا كمان شفتهم هو تشكيله او شكل العظم عندهم بيكون عندهم حفره، هون اكيد الطفل ما رح نعمل له لا فيلر ولا نحقنه شيء، فننتظر للموضوع. بس اهم شيء طبعا اذا في سبب مرضي نعالج الموضوع اكيد. واحيانا كمان ممكن يكون وراث، يعني انا شفت بابا نفس الشيء، خاله عمه الكلام ده كله، صحيح. بس حرام، هي اصعب انواع الوراثه كمان بيكون يمكن صحيح. مركز اكثر الغمق اكثر من الهالات السوداء اللي بتطلع بسبب بيكون ممتد لمنطقه اكبر من الوجه اكيد. طيب دكتوره، في هناك يعني اكيد انتم بتكونوا عارفين كثير من الاخطاء اللي بتصير بعلاج الهالات السوداء. كثير يعني مرضى، ما بدي احكي مرضى لانه الموضوع شوي نوعا ما تجميلي، كثير من الاشخاص بيتجهوا اتجاه خاطئ لعلاج الهالات السوداء. شو هي الحالات اللي ممكن يمر فيها الشخص؟ اكثر الحالات اللي انا جتني انه يا حقن فيلر خطا، وتنحقن الفيلر بطريقه سطحيه، هذا راح يزيد المشكله لانه راح يزيد اللون الازرق بظاهره بنسميها تندل افكت، فراح يكون توضع الفيلر الخاطئ بالجلد راح يعمل لون ازرق وبشع اكثر، يعني ما راح نحل المشكله. الحالات الثانيه اللي انا عم شوفها هو انه يكون سبب الهالات السوداء هو مرض جلدي، يعني ممكن يكون عنده مثل ما قلنا اكزيما او حساسيه معينه، بحاجه لعلاج طبي قبل ما نلجا لاي علاج تجميلي كتقشير او كثير علاجات ما لها داعي لها، فبالعكس عم تفاقم المشكله. هدول من اشياء الحالات طبعا انا بصادفهم بموضوع العلاج العشوائي للهالات السوداء. طب دكتوري رنا، ممكن الرياضه تحسن شوي من الهالات؟ اكيد الرياضه، بنرجع بنقول هي بتصب بنمط الحياه الصحي. نحن وقت بالرياضه عم نزيد الترويه الدمويه بكل الجسم، دائما الترويه الدمويه وقت تزيد بالمنطقه هي راح تزيد الاكسجين، راح تزيد وصول المواد الغذائيه لها، وبالتالي اكيد راح نعمل تحسن بالهالات السوداء. دكتور، والنوم، شو على موضوع النوم ده؟ الراحة، السهر او نايح يسبب هالات سوداء، هل شيء صح هذا ولا غلط؟ لا، قله النوم اكيد بتسبب هالات سوداء، والسهر كمان بيسبب الهالات السوداء من نفس المبدا، هو التعب وقله التغذيه لمنطقه تحت العين. هلا في علاجات كثير حديثه كمان صارت بتساعد هذا الموضوع، اللي هي نحن بنشتغل فيها على تحفيز الكولاجين بالجلد، من اهمها علاجات حقن الفيتامينز او الميزوثيرابي تحت العين، او حتى البلازما او البي ار بي اللي هو فيها موجود الجروث فاكتورز او عوامل النمو. الفكره فيهم انه هدول بيزيدوا تحفيز الكولاجين، بيزيدوا الترويه الدمويه، وبالتالي رح تتحسن. في ماسكات بعدين خاصه الحين صارت تحت العين، يمكن الماسكات اللي هي اكزاكتلي اللي هي فيها فيتامينز مغذيه، هيالورونيك اسيد مرطب وبيريح البشره الجلد عفوا اللي موجود تحت. والاهتمام يمكن كمان بيساعد على تخفيف المشكله. دكتوره رنا نورتينا وشرفتينا فعلا، معلومات قيمه خصوصا الصبايا اكيد بيكونوا انبسطوا. رح نطلع بريك، والشباب كمان انبسطوا. رح نطلع بريك ومن بعدها شكرا لكم، اهلا وسهلا.